عملته ده جول في الكونفدرالية المتعب. فعلا. سيو سبورت فعلا. بس تقريبا كان نفس الموقف. كان نفس الموقف، بس بداية الشرارة جت من الجمهور في الماتش ده، منين؟ من الجمهور. من الجمهور. احنا بأمانة وقعنا، حتى وقعنا بدني، وابتدينا يعني خلاص. تقعوا. والشرابات تنزل، ننزل الشرابات بقى عشان الكرامبات وكده. لما الجمهور ابتدى يشجع، لا لقينا الموضوع اختلف. الكرة اتنقلت، لو حضرتك جبتها تلاقي الكرة اتنقلت من تحت، من عند من المدافع لحسام عاشور لحسام غالي لعبد الله السعيد، يعني اتنقلت. لا الموضوع اختلف وراحت خالص، على يمين مين؟ راحت على يميني. المشكلة قبل العجزة. الماتش ده، يعني الواد المدافع ده انا ارفع بشمالي ما بتعديش، ارفع بيميني ما بتعديش، غيري كمان يعمل كده ما بتعديش، يعني سبحان الله. الكرة دي اللي عدت ومتعب وراحت فين؟ راحت على يمينك. على يميني. على يمينك اللي هي اقل شويه، اقل كتير من شمالك يعني. وانا بقول لحضرتك ان هي لكن رفعت عدت اوفر ايه؟ عدت. ربنا التوفيق بقى يا كابتن.